أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل يجوز أن يقال إن من صفات الله تعالى الحبيب أو المحبوب أخذا من قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وما القاعدة في مثل هذا؟ لا يجوز هذا، الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وهل وجدت في النصوص إن الله سمى نفسه بالحبيب أو المحبوب؟ هذا توقيفي، ما يجوز أن يوصف الله إلا أو يسمى إلا بما سمى به نفسه، ولم يرد منه. لكن ورد أنه يحب، يحبهم ويحبون، هذه صفة فعل. فتقول الله يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين، كما أنه وصف نفسه بذلك، يعني صفة فعلية تأتي بالآيات: الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين ويحب المحسنين. أما أن تقول الله اسمه الحبيب أو المحبوب، هذا غلط.